الفضول، إحساس ممكن ياخد صاحبه لنهايته وهو مش واخد باله، بيبدأ ياخدك كده واحدة واحدة، لأن كل يوم بتبقى عايز تكتشف حاجة أكبر، تكتشف حاجة أكتر من اللي أنت اكتشفتها، وفي النهاية بتلاقي نفسك وصلت لنهايتك وأنت مش واخد بالك، وأنت اللي مشيت الطريق برجليك. النهاردة هنتعرف على قصة فضول بني آدم خدته علشان يدخل في أعماق الدارك ويب ويكتشف أسراره ويشوف إيه الحاجات اللي جواه، لكن للأسف بطل قصتنا فضوله كان هيتسبب في موته لولا إن ربنا ستر. علشان تعرف أحداث القصة كاملة وإيه اللي حصل مع صاحبنا جوه الدارك ويب، خليك معانا في الحلقة دي. ان الانترنت زيه زي المحيط بالظبط، متقسم لثلاث طبقات او ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو السيرفس ويب، او كده تقدر تقول الانترنت اللي على سطح الميه كده، اللي هو كل الناس عادي تقدر تشوفه وكل الناس تقدر تدخله ويبقى ليها اكسس عليه من غير اي سبيشال ريكويرمنتس او اي حاجات خاصه كده او تكنولوجي خاصه علشان يقدروا ياكسسوا الموضوع ده. الانترنت اللي هو على السيرفس او اللي بيسموه السيرفس ويب، ده باختصار بيكون عليه كل حاجة عامة، تقدر تشتري حاجات من امازون، تقدر ان انت تفتح الايميل، فيسبوك، انستجرام، الحاجات دي كلها. والسيرفس ويب تقدر تعمل له اكسس او تقدر تدخل عليه من اي ويب براوزر او اي متصفح، سواء كان جوجل، سواء كان ياهو، سواء كان بينج، ايا كان. لكن اللي بعد السيرفس ويب على طول هو الديب ويب. الديب ويب حاجة كده اللي هو مش كل الناس يقدروا يعملوا عليها اكسس، لكن بيقدروا يعملوا الاكسس ده عن طريق باسورد او بين كود بيكون مبعوت لهم من شخص معين او من جهة معينة. على سبيل المثال، لما انت بتحب تاكسس البنك اكاونت بتاعك او حسابك البنكي، بيبقى عندك بين نمبر وعندك يوزر اكاونت، بتحطهم وبتبدأ تأكسس الحساب بتاعك او الداتا بتاعتك. الداتا اللي انت عملت عليها اكسس دي موجودة على الديب ويب. يعني باختصار الديب ويب يكون عليه الداتا بتاعت المستخدمين والكلام ده، وبرضو اي حد يقدر يأكسس الديب ويب، لكن بيحتاج بين كود او باسورد او باس كود علشان يقدر يأكسس الكونتنت اللي موجود على الديب ويب. اخر حاجة وهي الدارك ويب. الدارك ويب هو الانترنت المظلم، حتى من اسمه دارك، مش اي حد يقدر يدخل عليه، والمتصفحات العادية ما تقدرش تفتح الدارك ويب. الدارك ويب اتعمل سنة 1990 عن طريق الامريكان ارمي، عملوه علشان الانتليجنس ايجنسيز والديتكتورز والسبايز الجواسيس تقدر ان هي تبعت مسجز للأرمي الأمريكية من غير ما حد ياخد باله أو يكون لي أكسس على الكلام ده. بعد كده الموضوع بقى جلوبال وانتشر وورلد وايد، بسبب إن الديفلوبرز طوروا الموضوع وخلوا الموضوع أكسسبل، لكن في أسلوب معين. وهو لما عملت الأرمي الدارك ويب كانوا مستخدمين متصفح مخصوص وهو اسمه تور، ده الاختصار بتاعه اللي هو The Onion Router، اللي هو الفول نيم بتاعه The Onion Router، حتى من اسمه الأونيون اللي هي البصلة بيبقى ليها شرايح كتير، وده اللي بيستخدموه فعليا في التقنية بتاعت الدارك ويب، ان بيكون في layers لا متناهية علشان تقدر ان انت تأكسس الموضوع دوت full secured او anonymous من غير ما حد يعرف انت مين. الدارك ويب بيكون عليه من الاخر كل الميديكال ريكوردز بتاعه البني ادمين في كل الدول، بيكون على الدارك ويب البيانات البنكيه اللي ما ينفعش حد ياكسسها، بيانات الحكومات، كل الحاجات السو سيكيورد او الهاي سيكيورد بتكون موجوده على الدارك ويب. بالنسبه لكميه الداتا اللي موجوده على الدارك ويب، فانت بتتكلم في حوالي 600 مليار
كونتنت موجودين على الدارك ويب which is اكبر بكتير قوي من اللي موجود سواء على السيرفس ويب او على الديب ويب اللي هم كلهم مع بعض ما بيعدوش المليار كونتنت. انت بتتكلم من مليار ل 600 مليار. دي باختصار كانت نبذة بسيطة عن الدارك ويب والسيرفس ويب والديب ويب للي ما يعرفهمش. دلوقتي ندخل نبدأ تفاصيل القصة بتاعت صاحبنا وايه اللي حصل معاه جوه الدارك ويب. القصة بدأت مع صاحبنا لما فكر وقرر ان هو عايز يكتشف ايه الدارك ويب ده، ايه الموضوع اللي الناس بتتكلم عنه ده ودارك ويب وانا اشتريت حاجات من على الدارك ويب او الانترنت المظلم والكلام ده. فقرر ان هو يدخل يعمل ريسيرش على الانترنت علشان يشوف ازاي يأكسس الدارك ويب. طبعا اللي هنقوله في الحلقه ما يعني ما محفزش او ما حبس او ما احبش ان حد يعمله. يعني دخل صاحبنا على الانترنت وعمل ريسيرش وعرف ان هو يقدر يأكسس الدارك ويب عن طريق بقى التور براوزر وعن طريق الفي بي ان وعن طريق الفيرتشوال انجن. المهم جهز صاحبنا كل حاجه وبدا يأكسس الدارك ويب. طبعا الدارك ويب اللي ما يعرفش، الدارك ويب مش مجرد كده ان انا ادخل اعمل سيرش مثلا والله انا بدور على فيلا، بدور على تي شيرت، بدور على جيم. مفيش الكلام ده في الدارك ويب. الدارك ويب ما فيهوش سيرش، ما ينفعش ادخل اسيرش على حاجه في الدارك ويب، لازم يكون معايا اللينك بتاع الحاجه او الرابط او الادرس بتاع الحاجه اللي انا داخل عليها. والويب سايتس اللي على الدارك ويب مش زي الويب سايتس العاديه اللي هي www.كذا، لا خالص، دايما بتبقى كلها انكودد. بتلاقي الاسم بتاع الويب سايت طويل جدا وكله اكواد، يعني على سبيل المثال XAML علامه استفهام زائد ناقص علامه تعجب وهكذا. ده اسم الويب سايت بيبقى طويل جدا زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. ده مثلا على سبيل المثال رابط لويب سايت على الدارك ويب. لما صاحبنا دخل على الدارك ويب طبعا سأل شوية ناس كده بدون ذكر أسامي وادوله كام لينك على أساس يدخل عليهم. دخل على اللينك الأولاني، كان بالتحديد ويب سايت شبه أمازون إلى حد ما. الويب سايت ده فيه كل حاجة تتخيلها ولا تتخيلها للبيع، يعني على سبيل المثال متقسم لكاتيجوريز زي امازون بالظبط. بس الفرق بين الويب سايت ده وبين امازون ان امازون بتلاقي عليه مثلا الهدوم والاجهزه والحاجات بتاعت البيت والكلام ده، لكن على الويب سايت دوت بتلاقي الكاتيجوريز متقسمه كالاتي: مخدرات، سلاح، دعاره، قتل ماجورين، الخ الخ الخ. بتدخل انت زي ما انتم شايفين كده، بتدخل تشوف النوع اللي انت عايزه من المخدرات، تبدأ ان انت تختاره، تحدد الكمية، تبدأ تكونتاكت الديلر او الديستريبيوتر اللي هو بيبيع الكلام ده، وبتبدأ تدفع بالكريبتو كارنسيز. مفيش دفع بأي حاجة غير الكريبتو كارنسيز او العملات الرقمية لان هي untrackable، ما ينفعش حد يتراك الحاجات دي ويشوف مين اللي دفع والفلوس دي راحة منين جاية على فين. الدنيا حمادة مفتوحة. بتلاقي بقى قتل المأجورين، لو انت عايز تقتل واحد اوكي انا هاخد المبلغ دوت وبيكونتاكت يو وبتبعت له الديتيلز، دنيا تانية خالص. للأسف الحكومات ما بتقدرش النهاية تتراك الموضوع دوت او تقبض على الناس بسهولة، لان 80% او 90% من اللي على الدارك ويب هم هاكرز. ده كان اول ويب سايت دخل عليه صاحبنا، والويب سايت دوت اخد منه لينك تاني دخله على موقع تاني على الدارك ويب. لما دخل صاحبنا على الموقع التاني لقى موقع غريب جدا، حاجة معروفة للناس اللي دخلت قبل كده على الدارك ويب، حاجة اسمها الريد رومز او الغرف الحمراء. طبعا من اسمها كده يجي في خيال ناس كتير غرف وحمراء فالموضوع شكله ليه علاقة بالبنات، لا خالص، الموضوع ملوش اي علاقة بالرومانس او البنات اطلاقا، الموضوع له علاقة بالدم. Red Rooms. لما بتدخل على Red Rooms بتلاقي كالاتي: بتلاقي كده greeting message، بيطلع لك رسالة بترحب بيك، وبعدين بيسألك يقول لك انت هنا as a spectator، ان انت جاي تتفرج بس، ولا انت you wanna be a commander، عايز تدي اوامر، او انت you wanna be a high commander، عايز تبقى commander من الدرجة الاولى.
طبعا صاحبنا اختار ان هو يبقى سبيكتيتر او ان هو يبقى مشاهد فقط. دخل اختار ان هو سبيكتيتر، اتقال له اوكي انجوي واتشينج. بيبقى فيه كاونت داون ان هو زي عد تنازلي كده، ان بعد العدد ده من الساعات الشو هيبدا. ايه اللي حصل؟ ان بعد ما العداد بقى صفر دخل راجل لابس ماسك، طبعا ماسك شكله غريب يعني، حواريكوا صور بس يا ريت يعني ما حدش يتضايق من الصور دي، سكرين شوتس متاخده. دخل راجل شكله غريب لابس ماسك، وبعدين بدا يقف شويه ويبص على الكاميرا زي ما انا ببصص كده لمده دقيقه، مفيش اي موفمنت، هو بس بصص على الكاميرا، لدرجه ان اللي هو قلنا يعني هو يعني الناس دي ايه يعني، داخل يورينا جمال سحنته يعني ولا ايه؟ المهم بعد دقيقة وقف وقال I'm waiting for your commands، أنا مستني الأوردرات بتاعتكم. طبعا السبكتيتورز اللي هم فاهم زي حالتنا كده بيتفرجوا فقط. فاللي حصل بدأ الناس يدوا أوردرات، بدأ واحد يقول أنا عايز طفل صغير تقتلوه قدامي، أنا عايز بنت عندها 17 سنة تقتلوها، أنا عايز معرفش إيه، طلبات غريبة جدا كلها بتنبع من ناس سايكو، مرضى نفسيين. طبعا صاحبنا فضل قاعد يقول يعني ميسي يعني الهبل الهرتلة اللي بتحصل دي هتخلص على إيه. فجأة غاب الراجل اللي كان واقف جوه الأوضة الحمراء دي حوالي ربع ساعة أو نص ساعة، وبعدين رجع ومعاه بيبي صغير. الكوماندر اللي بيديله الأوردرات طلب منه انه يكتب اسمه على بطن البيبي علشان يتأكد ان ده مش شو وانه بجد. كتب اسمه على بطن البيبي وبعدين قتله، وقتله بالطريقة اللي التاني طلب منها، ومش هقول ايه الطريقة بقى، انه يقطع رجل الاول وبعدين يعمل ايه في طفل صغير عمره ما يعديش الخمس شهور. بعد كده في واحد تاني كوماندر طلب بنته وانه يتعمل فيها كذا وكذا وكذا، وفعليا غطس التاني برضو بتاع نصايه ورجع ومعاه البنت، وبدأ يتعمل في البنت كل اللي بيطلبه الكوماندر ده. صاحبنا وهو بيتفرج ما عجبوش الحال، يعني قرف واستغرب من اللي هو شايفه، فبدأ يكتب شتيمة، بدأ يشتم في الناس اللي هو you're fucking sick you're psycho، فيعني انتوا مجانين وانتوا مرضى نفسيين وايه القرف اللي انتوا بتعملوه دوت in English. ف in the middle في النص وهو بيكتب طلع له pop-up على الشاشة، هو لسه ما دس انتر يعني هو لسه ما بعتش الرسالة، طلع له زي warning على الشاشة فعليا بيقول له بالنص كده delete whatever the fucking you wrote otherwise we gonna get you. فالتاني شاف الكلام، هو لسه ما بعتش اساسا يعني لسه ما دس انتر، فشاف الرسالة اللي طلعت فخاف انه يعني عرفوا منين ان انا اصلا لسه بكتب الرسالة دي، فمسح الرسالة ما كتبهاش. جات له رسالة تانية على نفس الشاشة انه if you wanna watch silently، عايز تتفرج علينا وانت ساكت اتفرج، بس ما تضايقناش do not annoy us، لو حد ضايقنا we gonna get you، هنجيبك حتى لو كنت فين. قفل صاحبنا البراوزر وخاف وقرر ان هو ما يفتحوش تاني، لكن الفضول يا صديقي زي ما قلنا بياخد صاحبه للتهلكة. بعد فترة قرر ان هو يفتح الدارك ويب تاني علشان يكتشف اكتر. دخل على الدارك ويب بالتولز اللي قلنا عليها قبل كده، وبدأ يحط لينكات كان اخدها من ناس وجمع شوية منها من على الانترنت. دخل على موقع فيه العاب، لكن الالعاب انا ما اعرفش يعني الالعاب دي يعني اللي عملها يعني هل هو طبيعي زينا، عقله شغال ازاي، انا ما اعرفش يعني. ألعاب أقل ما يقال عليها يعني ألعاب مرعبة، تجيب ضغط عالي، تخلي صاحبها مجنون أساسا لو هو طبيعي وفضل يلعب الألعاب دي كام يوم، فعليا ممكن يحصل له هوس أو يحصل له حاجة. هوريكم كده كام ثانية من لعبة من الألعاب اللي كانت موجودة، مناظر غريبة وحد ماشي جوا ميز أو بيت وبتسمع أصوات غريبة وناس بتصوت وناس شكلها غريب، ده كله جوه اللعبة، وطول اللعبة انت ماشي ما بتعملش اي حاجة غير ان انت بس بتشوف الاشكال الغريبة دي اللي فعليا ممكن تجيب له واحد هارت اتاك او سكتة قلبية لو هو قلبه ضعيف.
خلص صاحبنا اللعبة وزهق منها وقال لك ايه القرف ده، دي على مرضى نفسيين، وقرر ان هو يقفل اللعبة. لكن قرر ان هو يرجع تاني للريد رومز يشوف ايه اللي بيحصل هناك، ودي كانت اكبر غلطة عملها في حياته. رجع صاحبنا وفتح الريد رومز واختار ان هو يبقى سبيكتيتور اجين، وبعدين بدأ يتفرج. جابوا المرة دي طفلين توأم وبدأوا يعملوا فيهم حاجات غريبة، sexual abuse وكيلينج وميردر، حاجات كده يعني فعليا يعني اغتصاب وقتل وتقطيع، حاجات غريبة يعني. وبعدين بدأ صاحبنا يفقد سيطرته على نفسه، وبدأ يكتب لهم شتايم بكل اللغات اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش، وضغط انتر، ودي كانت أكبر غلطة عملها في حياته. وصلت الرسائل بتاعته او الشتايم اللي هو بعتها، وبعدها بكام ثانية ظهر له على الشاشة بوب اب اتقال له فيه كالآتي: احنا حذرناك قبل كده وقلنا لك ما تضايقناش، اتفرج وانت ساكت، لكن انت تاني مرة تدخل وتضايقنا وتشتمنا، we gonna get you wherever you are، هنجيبك ايا إن كان انت كنت فين. وطلع له على الشاشة بعدها على طول الاي بي والماك ادرس بتوع الجهاز بتاعه والراوتر او المودم بتاع الانترنت بتاعه الحقيقي، مش اللي كان مستخدمه في الفي بي ان، واتقال له احنا عارفين انك في المغرب وده الاي بي بتاعك وده الماك ادرس بتاعك، وي جانا جيت يو، هنجيبك. خاف صاحبنا وقفل الانترنت وقفل اللابتوب او الكمبيوتر مباشرة وشال الفيشة. بعدها بربع ساعة جاله رسالة على تليفونه الشخصي: We know where you are، احنا عارفين انت فين، and we gonna get you، وهنجيبك. صاحبنا اصابه الهلع والرعب، جري على صاحبه اللي هو اصلا كان قاله على الدارك ويب واداله فكرة عنه، الحقني حصل معايا 1 2 3 4. رد عليه صاحبه علشان يطمنه وقال له You're dead، انت ميت. خاف صاحبنا واترعب وقال له يا عم انا جاي لك تساعدني تقول لي انت ميت، طب اعمل ايه؟ قال له مفيش قدامك غير 2 options، الحال الاولاني انك تبلغ البوليس وتحكي لهم كل حاجه، والبوليس بقى يشوف هيعمل معاك ايه او يحميك ازاي. الحل التاني هو ان انت تسيب المغرب وتمشي. قرر صاحبنا انه يسيب المغرب ويمشي علشان خاف يبلغ البوليس. طلع من المغرب وراح دوله من الدول بدون ذكر اسامي. بعد اسبوعين من وصوله للدولة دي كان قاعد في كافيه مع واحد يعرفه في البلد دي، جت رسالة على تليفون الشخص اللي هو يعرفه، والرسالة اللي جت كانت تحتوي على صورة لصاحبنا وهو قاعد في الكافيه مع صاحبه، وتقال له We know where you are and we're gonna get you. تخيل الرعب ان هو قاعد في بلد تانية غير المغرب، فجأة يجيله رسالة ان حد صوره من السبوت اللي هو قاعد فيها وبيقول له احنا شايفينك وعارفين انت فين وهنجيبك. اترعب صاحبنا وجري خد شنطته ورجع على المغرب، قال لك انا كده كده خربانه معايا، رحت بلد تانية صوروني، فخلاص خليني في المغرب يحصل فيا بقى اللي يحصل. رجع المغرب بدأت تيجي رسائل على كل تليفونات الناس اللي يعرفوه، احنا عارفين انت فين، وكل مكان بيروحوا بيصوروه فيه ويبعتوا له الصوره، احنا شايفينك، we gonna get you، we gonna kill you، we gonna do this، we gonna do that، هنعمل فيك كذا وهنعمل فيك كذا، واحنا شايفينك واحنا عارفينك. فضلت المعاناه النفسيه دي لصاحبنا 6 شهور بالكامل، يعاني كل المعاناه النفسيه لدرجه انه راح لدكتور نفسي من كتر الضغط او الاسترس اللي كان عليه. بعد 6 شهور من المنتال ثيرابي راح لطبيب نفسي وبدأ يديله جلسات وبدأ يخاف من كل حاجة، الكمبيوتر ده بقى بالنسبة له يعني حاجة كده بيخاف يقرب من ناحيتها. بعد 6 شهور جات له رسالة من الشخص اللي بيبعت له الرسائل على طول، قال له بالنص That was warning، ده كان تحذير، But next time we not gonna warn you، we gonna shoot you right away، ده كان مجرد تحذير لكن المرة الجاية مش هنحذرك، هنقتلك على طول. أول ما شاف صاحبنا الرسالة اتنفس من كتر فرحته إنه خلاص سابوني في حالي، I'm totally free، والحمد لله ما قتلونيش وخلاص عفوا عني، بس I'm not gonna do this again، أنا مش هعمل كده تاني خالص. اللي حصل مع صاحبنا ده فعليا true story، قصة حقيقية، والشخص ده أنا أعرفه لما كنت في أمريكا.
حكى لي القصة دي لما كنت في أمريكا، الشخص مغربي. ففعليا الدارك ويب خطير جدا لو انت هتستخدمه غلط، لكن الدارك ويب ما هوش بالسوء اللي اتكلمنا عنه. طبعا الدارك ويب 90% من اللي عليه هاكرز، وفي دراجز ديلرز، وفي كونتراكتد كيلرز، يعني الدارك ويب عليه قتلة مأجورين، وعليه تجار مخدرات وتجار سلاح، عليه تقريبا كل الأنشطة الإليجال أو الغير قانونية. لكن مش ده بس استخدام الدارك ويب. الدارك ويب هو وسيلة لدخولك على الإنترنت بشكل أنانيمس، بشكل غير معروف. من حقك كمواطن إن أنت تدخل على الإنترنت تدور على الحاجة اللي أنت عايزها من غير ما تكون أنت تراكبل، من غير ما تكون أنت معروف بيتك فين، الأي بي بتاعك فين، أنت بتعمل إيه. لكن الدارك ويب سلاح ذو حدين، زي بالظبط الديناميت اللي اخترعوه علشان يفجروا بيه المناجم في الجبال، وفجأة الناس أخدته واستخدمته علشان تقتل بعض في الحروب. دي كانت باختصار قصة بسيطة من أحداث تاريخية حصلت مع بني آدم حب إن هو يغامر ويدخل الدارك ويب، لكن دخل من الباب الغلط، والفضول بتاعه أخده علشان يكتشف عالم مش هيجني منه شيء. زي بالظبط الناس اللي بتروح تتعلم السحر او تقرا عن السحر ويقول لك انا بثقف نفسي، يعني هو علم اضراره اكتر من انفاعه، يعني هو علم بيضر اكتر ما بينفع. هتستفاد ايه لما تتعلم السحر؟ هتستفاد ايه لما تدخل على الدارك ويب وتعرف ان في قتلة مأجورين، وان في مخدرات بتتباع بالكيلو، وان في اسلحه، وان في دعاره، وان في تشايلد ابيوز، او يعني معرفش، يعني معرفش اقول تتقال ازاي بالعربي، يعني إساءة استخدام للأطفال، بيستغل الأطفال في حاجات غلط، في حاجات مش كويسة. كل الحاجات دي موجودة على الدارك ويب، لكن في حاجات تانية كويسة. لكن للأسف الأشهر والمعروف دايما هو الحاجات اللي مش كويسة، ودايما اللي بيدخل على الدارك ويب بيحاول يستخدم الحاجات اللي مش كويسة دي. دي كانت باختصار قصتنا مع صاحبنا المغربي اللي حاول يدخل الدارك ويب ويكتشف أعماقه، وضرب نفسه مليون قلم و30 جزمة على وشه علشان خاطر الحاجة اللي هو عملها دي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو، واشوفكم في حلقات جديدة مع أحمد المصطفى. شكرا، سلام عليكم.